صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي وانتو حلقتنا الاستثنائية لبطل الليغا ريال مدريد. نتشرف دائما في متابعتكم وسعيدين في تفاعلكم وتواصلكم. شكرا لرعاة البرنامج، شكرا لكل من شركة بوتيكات، وخص بالشكر الأستاذ علي المله، شكرا على جهودك وتعاونك ورحابة صدرك، وهارد لك يا ابو عبد الرحمن كونك برشوني. ونشكر سفريات الميلم، وكذلك اخص بالشكر زيد الميلم ابو مساعد المدريدي، نقول لك الف الف مبروك. ونشكر الاختيار الاول علي كاكولي واولاده، شكرا لكم. ونشكر اي فتنس مشاهدينا الكرام، النادي الصحي في منتزه سليل الجهراء، شكرا لهم. فيوس كافيه كذلك شكرا لهم. وشكرا للاسم المميز في عالم الحلويات والمعجنات ريد كريم، واخص بالشكر اخوي محمد الفرحان ابو عبد الله المدريدي، نقول لك الف الف مبروك. وبالاخير وصلنا مشاهدينا الكرام مشروع شبابي، يمكن شفتوه معانا تاك كافي، شكرا لكم والله يوفقكم ان شاء الله، وبرنامجنا دائما داعم لكم. نرحب سريعا مشاهدينا في محلينا اللي منورينا، نرحب في محمد سهيل. صباح الخير محمد سهيل، ونقول لك الف الف مبروك. الله يبارك فيك، يا هلا ومرحبا فيك، وصبح عليك وعلى السادة المشاهدين. وبإذن الله اليوم نقدم حلقة تليق بقيمة إنجاز ريال مدريد في تحقيق الليغا إن شاء الله بإذن الله. ناصر عمران صبحك الله بالخير، وحياك الله مدربنا الوطني، حياك الله وشكرا على روحك الرياضية ومنور يا أبو لولو. صباح الخير مشاري، نصبح عليك وعلى المشاهدين الكرام، ونقول حق جماهير ريال مدريد ومحمد سهيل ألف مبروك على هذا الدوري، برغم أنه في علامة استفهام، لكن زيدان أثبت أنه هو مدرب عظيم مشاري. نعم، أنا حاب أشكرك ناصر العمران، يعني أنت طلعت بعد تتويج ليفربول وطلعت بعد تتويج برشلونة، لكن أرائك هي اللي يعني كانت تخليك أن أنت دائما تظهر، لأن أنت كنت فيما بين بينك وما بين عشاق ليفربول، وكذلك يمكن المحللين اللي يختلفوا معك في وجهة النظر، أو محمد سهيل يعني وضعت هذا التحدي، ونشكرك على القبول، وأن أنت اليوم رغم الظروف اللي أنا أعلم فيها شخصيا أنت متواجد ويانا، فشكرا لك ناصر العمران على وجودك. الله يسلمك مشاري، لا هذا حق الجماهير، مو حق ناصر عمران ولا محمد سهيل، حق الجماهير المدريدية وحق جماهير ليفربول. هي تبقى بالنهاية وجهات نظر مشاري تحليلية فنية مبنية على أفكار مدربين، ممكن تكون ناجحة ممكن تكون غير ناجحة، فزيدان أثبت أنه هو مدرب عظيم. نعم، عمل توليفة جيدة، عمل تغييرات راح نتكلم ناصر، خصوصا بعد كورونا مشاري. نعم، نجح في فوز 10 مباريات، برغم ان قلنا احنا في حلقات سابقه التحكيم عطى 50% في تحقيق اللقب لريال مدريد. ما راح ندش في يعني سجال التحكيم لان تكلمنا فيه كثير ناصر ومحمد، عندنا تتويج لبطل ريال مدريد من حق عشاق ريال مدريد، وبما انك ذكرت ليفربول حاب ابارك لسكرتيرنا المميز في سفارتنا في القاهره محمد الحصان اخوي، الف مبروك لتتويج ليفربول، ومبارك مره ثانيه لجميع ليفربوليه. لكن الحين وصلنا معكم مشاهدينا الى التغرير المميز لعشاق المرينجي ريال مدريد بعد تتويجهم باللقب ال 34 في تاريخه، نشوف ونرجع. شكرا لمعدنا المميز عودي عوض على هذا التغرير، ومبارك لجماهير ريال مدريد في الوطن العربي، نقول لكم ألف 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 مبروك التتويج رقم 34 لبطولة الدوري الإسباني، وهذا إندل أن ريال مدريد أحد الأندية اللي فرضت نفسها، إن لم يكن هو من فرض نفسه في دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، فيستحق هذا التتويج. مبارك لكم، واليوم حلقتنا مشاهدينا الكرام لعشاق ريال مدريد ولكل من يتابعنا، أرقامنا بتظهر أمامكم، وأكيد بناخذ جميع استفساراتكم، اللي حاب يهني واللي حاب يعبر عن فرحته اليوم، الحلقة استثنائية لعشاق ريال مدريد ولكل من يشاهدنا، ومشكورا نتشرف في متابعة الجميع. محمد سهيل، شعورك أمس مع صافرة نهاية مباراة فياريال بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1،
وإعلانه بطلا رسميا للبطولة رقم 34 في تاريخه. بداية أنا أهني أو أشكر ناصر عمران على روحه الرياضية وعلى تهنئة جماهير ريال مدريد، بالعكس هذه تعكس ثقافته الكبيرة في كرة القدم. ثانيا أبارك لكل المدريدستا في لقب الليغا 34. يمكن هذه الليغا شوية كانت معقدة، شوية كانت صعبة على المدريدية، لأن يمكن في هذا الموسم اهتزت ثقتهم بالفريق أكثر من مرة، يعني من تعثرات، من إصابات، من أمور كانت تخلي المدريدية يفقدون الأمل في تحقيق الليغا. يمكن تتكلم عن فريق تعثر 13 مرة من ما بين خسائر وتعادلات، وخسر الصدارة مرتين أثناء الموسم، ولكن الفريق تدارك الوضع وقدر أنه يحقق اللقب. يمكن أمس كل اللاعبين اتفقوا بتصريحاتهم أن هذه الليغا شوية كانت صعبة عليهم، يمكن لأنهم تعرضوا إلى ضغوطات كبيرة، خصوصا أنها كانت يعني هدف رئيسي للنادي وهدف رئيسي لزيدان وهدف رئيسي لكل اللاعبين. تتكلمت عن فريق بطل مثل ريال مدريد يغيب عن تحقيق الليغا لمدة 3 مواسم، هذا شيء شوية كبير على فريق بحجم وقيمة ريال مدريد. الحمد لله يعني رغم كل الظروف، رغم كل العقبات اللي واجهها الفريق في هذا الموسم، إننا الفريق قدر يحقق الليغا بجدارة واستحقاق. ناصر، تشوف لقب مستحق يعني كنسبة وتناسب لريال مدريد؟ أنا أقول مشاري إن ضعف فريق برشلونة وضعف مدرب برشلونة هو عطى ريال مدريد الدوري. برشلونة كان هو متصدر بعد كورونا، لكن مدريد عرف شلون يعمل تدوير زيدان في بعض في الشامبيونز ليج. قلنا للاعبين يحسب للاعبين، لكن أثبت إن زيدان مدرب المسافات الطويلة، عرف شلون يعمل توليفة جيدة، دفاع ثابت، أقوى خط دفاع ووسط متجانس، تكلم عن لاعبين خبرة كازميرو، مودريتش، كروز، وهجوم فعال وتدوير، تارا يلعب في هازارد، فينيسيوس، رودريغوز، بنزيما، وبالتالي زيدان يحسب لزيدان أكثر من اللاعبين. نعم في مجهود للاعبين داخل الملعب، لكن بصمات زيدان في عمل تغيير في أساليب اللعب، تغيير كل مباراة لها أسلوب ولها استراتيجية. برافو زيدان، برافو لاعبين مدريد، يمتلكون الثقافة في تحقيق هذا اللقب، وأعتقد أنه استحق عن جدارة، برغم أن أنا عندي بعض الملاحظات على التحكيم، لكن برشلونة هو الذي أضاع لقب الدوري، ومدرب كيكي هو الذي يتسبب في إضاعة هذه النقاط وفقد هذه النقاط وسباق النقاط. أنت عارف مشاري، زيدان تميز عن برشلونة وتميزه في هذا الشيء. نعم محمد، كنت نتوقع تحقيق الليغا؟ أضيف نقطة بس، يمكن ناصر يمكن اختزل الموضوع لما تصدر برشلونة للليغا فقط، ولكن نسى أن ريال مدريد تصدر في هذا الموسم في 19 جولة أكثر من برشلونة، ونسى أن برشلونة لما تصدر أخذ الصدارة من ريال مدريد، ونسى أن ريال مدريد كان ممكن أنه يفرق عن برشلونة بالنقاط الكثيرة قبل الكلاسيكو اللي فاز فيه وخذ فيه الصدارة ريال مدريد بعد تعثره من ليفانتي وريال بيتيس وسلتا فيجو. في هذه الفترة ريال مدريد كان قادر أنه يفرق 7 نقاط عن برشلونة. في نقطة ثانية بعد من ناصر، صراحة أنا أحييه وأهنيه عليها، النقطة اللي قال ذكرها ناصر بخصوص أن برشلونة سيء، مو بسبب يعني وإن كان متحفظ هو على الفار، ولكن هو أكيد من كلامه ما كان يقصد أن ريال مدريد حقق اللقب بالفار. الكلام اللي قاله ناصر هو اللي لازم ينتشر بين البرشلونية، مو الكلام اللي اذكره بيكي ولا الكلام اللي اذكره بارتيميو، الكلام اللي اذكره ميسي، اللي اذكره سواريز، اللي اذكره ريفالدو، هذا الكلام المفروض ينتشر بين البرشلونية. البرشلونية لازم يعرفون أن برشلونة في هذا الموسم في أسوأ معدل أرقام بالنسبة لهم، ولازم يقرون ما بين السطور أو مو ما بين السطور. الكلام الواضح اللي ذكره ميسي لما قال أن كل شيء سيء في برشلونة في هذا الموسم، ومع هذا الفريق لا يمكننا نحقق أي شيء. فهذه الرسالة اللي لازم تكون سائدة عن كل البرشلونية، وما يهضمون حق ريال مدريد. ممكن أنا واحد من أتفق بعد أن من أسباب تصدر ريال مدريد سوء برشلونة، وهذا سبب رئيسي أن ريال مدريد أيضا حقق أخذ الصدارة، فرق بالصدارة، برشلونة قاعد ينزل نقاط،
تتكلم عن فريق يمكن حقق خسر اكثر من 28 نقطه خارج ملعبه، هذا مو برشلونه اللي احنا نعرفه. برشلونه في هذا الموسم، لا برشلونه يعاني، برشلونه عنده مشاكل كثيره جدا، هذا الشيء اللي لازم يفهمه جماهير برشلونه، مو الفار والتحكيم هو اللي خلى برشلونه في المركز الثاني. طيب محمد، انت من حقك ان انت يعني تحاول انك تنشر ثقافه ولا وجهه نظر لعشاق ريال مدريد، لكن ما تفرضها على عشاق برشلونه، وخصوصا ان ناصر العمران موجود يا محمد. لا بالعكس، شوف انا ما افرضها، انا قلت هذه يعني لابد انا يعني تنتشر بين جماهير برشلونه، لان الكل عارف ان جماهير برشلونه عندهم مشكله اداريه ما بين بارتي والرئيس القادم و هذه يعني الرساله ان ريال مدريد تصدر في التحكيم او عن طريق الفار، هذه رساله طيب ارسلها بارتيميو علشان انه يغطي عن فشله مع طيب برشلونه في هذا الموسم. طيب بس ناصر قبل لا تتكلم، بس نول للمشاهدين ان باكر ان شاء الله راح نتكلم عن تصريح ميسي اللي كان فيه واضح وصريح وجريء جدا، واتهم فيه يمكن بدايه لنفسه وللاعبين ورئيس النادي في رسائل مبطنه والجهاز الفني، وقال من حق جماهير برشلونه علينا ان نكون في صوره افضل من الصوره اللي ظهرنا عليها، يقصد بالفتره الاخيره. باكر ان شاء الله راح نتداولها اليوم عن ريال مدريد. ناصر، محمد قاعد يقول احنا ما نتكلم عن التحكيم، بس محمد قاعد يقول ان في من ذكر في برشلونه الاسباب الحقيقيه حسب وجهه نظر محمد سيل في تتويج ريال مدريد اللي مفروض تنتشر ما بين عشاق برشلونه. وانا ارد على محمد سيل، يعني هذه وجهه نظره، لكن انا اقول ان برشلونه سيء مشاري وريال مدريد سيء، لابد ان محمد والجماهير المدريديه يعترفون ان مدريد كان سيء بعد قدوم زيدان، نوعا ما تحسن، ولاحظ انت كل المباراه قاعد يفوز في فارق هدف، ركله جزاء، فكان داخل ملعب غير جيد، لكن زيدان عرف شلون يتعامل مع كل مباراه، عرف شلون يتعامل مع النقاط وتجميع النقاط. مدريد مو مدريد السابق باللعب الجمالي بالجمل التكتيكيه بالفوز بفارق 4-5 اهداف، مدريد سيء لكن حقق الدوري، برشلونه سيء فقد النقاط. لا نقول ان مدريد خذ الدوري بجداره، لا مو بجداره، عرف شلون يتعامل مع النقاط مشاري، وعرف شلون المدرب يعمل تدوير باللاعبين ويحقق الدوري. وهذا يعني ناصر تعترف ناصر سلاح طيب بس اسمعني ناصر، نعم اسمعني، ان تعترف ان ريال مدريد هو كان الافضل يعني رغم السوء من ريال مدريد وبرشلونه. الفريقين كانوا سيئين مشاري، والدليل ادائهم في الشامبيونز ليج، مدريد خسر من مان سيتي، برشلونه اداء في الشامبيونز ليج سيء، ايضا مباريات ما في مباريات مستمره بفوز بفارق. انا اتكلم عن الليغا ناصر، برشلونه يفوز باربع مباريات الثانيه يخسر يتعادل، مدريد يفوز بشق الانفس بركلات ترجيح ايا كان من طيب نسبيه ناصر ما في منظومة متكاملة. أنت لو بتقول عن ليفربول، ليفربول حقق الدوري بجدارة بلعب وأداء ونتيجة مع كلوب، مدريد سيء، لابد أن يعترفون الجماهير والمحللين أن مدريد سيء لكن حقق الدوري. ناصر، أنت ما قلت قبل فترة أن ليفربول حقق الدوري عشان الدوري والأندية ضعيفة، الحين ريال مدريد نفس السبب بس ما تبتذكره أنه هو بطل وباستحقاق. مشاري انا قلت يعني لو بتركز على الكلام، انا اخلي محمد اذا عنده تعليق، ليس فريق خارق لكن ما اضيع حقه وادائه واللعب وافكار المدرب والفوز بمتعه بجماليه تكتيكيه، لكن مو فريق خارق، والدليل طاح طيب من الشامبيونز ليج. طيب وضحتها وضحتها، مدريد فريق سيء حقق الدوري. طيب محمد سيد، ولابد ان اي واحد مدريدي يعني يروح في هذا الطريق، فريق غير جيد داخل الملعب. محمد تعليقك. يمكن ناصر اتوقع انه ناسي، ولكن انا اذكره، يمكن في شهر واحد طلعنا انا وياه في حلقه عندك في البرنامج وذكرت انا ان برشلونه وريال مدريد الاثنين لا يستحقون الدوري بناء على مستواهم. انا اتفق ممكن ان ريال مدريد ما كان يعجب ناصر في هذا الموسم ولكنه افضل من برشلونه. اتفق ان ريال مدريد يمكن ما قدم الشيء اللي يعجب ناصر ولكنه افضل من برشلونه. ريال مدريد وبرشلونه ممكن ليش شهر واحد مثل ما قلت لك انا في الحلقه اللي طلعت فيها وذكرت ان الفريقين ما يستحقون الدوري لسوء مستواهم، ولكن اللي فرق بين الفريقين احنا نتكلم عن موسم كامل، باقي كان في باقي اربع اشهر هذه ريال مدريد غير من رغبته، غير من دوافعه، غير من
امور كثيره ساهمت انه والله تطور في المستوى ريال مدريد، ولكن برشلونه تم واقف في مكانه. لذلك لما نقول ريال مدريد حقق الدوري باستحقاق، حققه لانه هو افضل من برشلونه، مو حققه بسبب سوء برشلونه فقط. طيب. ممكن ان بدايه الفريقين سيئه، ولكن بالنهايه الريال حقق الدوري لانه هو افضل من برشلونه. نعم، غلاف الماركه نشوف وياكم مشاهدينا، موسم لا يمكن نسيانه، وغلاف الاس عنونت وذكرت، والان اصبحت الـ34. ومحمد الحين بعد التتويج والفرحه الكل يتغنى في مدريد، لكن الكل يعرف ان الماركه والاس هاجمت زيدان، يعني في الوقت اللي كان ينتظر اكيد زيدان وينتظر اي جهاز تدريبي في ريال مدريد انه يكون في دعم كامل، خصوصا لما تمر فيه الظروف. شوف، يمكن احنا عارفين حتى الصحف في الماركه والاسيا صحف منقسمه اساسا، الاثنين ما يخدمون النادي بل يخدمون توجهاتهم. زيدان لما رجع لريال مدريد كان عارف ان بيئه ريال مدريد هي اصعب بيئه عمل كمدرب، ومع ذلك يعني شوف لما رجع الى فريق متهالك، رجع الى فريق خسر 20 خساره في الموسم الماضي، رجع مع الحرس القديم اللي الكل كان يقول هذا الفريق لازم يتغير، لا يقل عن 6-7 لاعبين لازم يتغيرون، فريق كان منهار، فريق كان متهالك، ولكن ثقه زيدان بنفسه لما رجع كان عارف يعني الاساليب اللي كانت تخليه راح ينجح مع 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 الفريق، احيا الفريق اللي كان كنا نشوفه احنا قريب من النهايه، تغلب على نقاط الضعف بتعزيز نقاط محمد بنتكلم عن زيدان القوة. محمد بنتكلم عن زيدان، عندي اتصالات وبنتكلم عن زيدان، كنت باخذ رايك ووضحته بخصوص الصحافه. ناصر حياك الله يا ناصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء مبارك حق نادي ريال مدريد البطوله رقم 34، وان شاء الله باذن الله هذه بدايه المطاف ما هي نهايه ان شاء الله باذن الله. مبروك لك يا مدير. الله يبارك فيك. نتكلم بالنسبه اللي يقولون حق يعني مع احترامي حق اللي يقولون في ريال سرق البطوله وريال فريق تحكيم مثل الاخ نايف جابر. ريال مدريد يعني اللي سواه زيدان وعوده الحرس القديم ومستواهم وما خسر السنه هذه الموسم هذا ما خسر ريال مدريد قدام العشره الكبار تقريبا وما خسر ولا مباراه تقريبا بالدوري الموسم هذا على ملعبه، كل اللي سواه هذا ما له اي تاثير. عوده زيدان وعوده الثقه وعوده الروح للاعبين وعوده اللاعبين حرس القديم ومستواهم، وخسر خذ السوبر بدايه الموسم وخذ الخسر فاز على برشلونه فاز على كل هذا ما له اي تاثير، كل هذا ضربات جزاء عده لم تحتسب لريال مدريد الموسم هذا، كل هذا ما له تاثير بس ريال مدريد فريق تحكيم. طيب الواحد لازم يحترم. شكرا 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 لك يا ابو بدر، نلتزم بالستين ثانيه، واحنا حلقتنا اليوم حلقه استثنائيه لعشاق ريال مدريد واللي حاب يتكلم بعد نهايه الدوري، التحكيم وغير التحكيم تكلمنا فيه في حلقات سابقة، حاليا مع الفريق، وبما أنك ذكرت الأخ والصديق نايف جابر نصبح عليك بالخير يا أبو جابر. معنا فيصل بغازي، حياك الله. صبحك الله بالخير. هلا هلا بالحبيب فيصل الصقر. هلا بالغالي. هلا طال عمرك. هلا ومرحبا، صبح عليك وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله. مشتغل لكم يا أخوي. تشتاق لك العافية. يبا هذه أشونها مو دعاية، يبا شلختنا بوتيكات، أنا طالب بوتيكات يشيلونك. كل شيء عندك كل شيء عندك يقول الزود عندك. الله يسلمك، مشكور طال عمرك، مشكور على الدعايه. مشكور على الدعايه. عسى الله يوفقكم يا رب. تسلم تسلم طال عمرك. مبارك حق اخوي محمد ولكل مدريدي. فيصل انت قدساوي بس ما قلت لنا ميولك عالميا مع منو؟ انا قدساوي عقبها قدساوي عقبها قدساوي عقبها مدريدي. مدريدي مدريدي هو طيب. جوه من عمره. والعم والاستاذ الوالد الكريم عمنا شنو يشجع؟ الوالد ويا ناصر العمران. برشلوني ويا ناصر العمران متعصب بعد. امانه توصل له السلام، توصل له السلام. يوصل يوصل. حبيبي انا بس اقول مبروك حق محمد واقول حق ناصر، ياتني صوره عجبتني بس بقول له الكلمه. قول الحين هذا احنا دائما نلتزم. ايه التباعد الاجتماعي محرصيننا عليه. ايه مدريد صعد وخر عنكم شوية. طيب شكرا لك شكرا لك. معنا الشاعر المميز مروان من الإمارات، حياك الله مروان بن حميد. مرحبا مرحبا يا أخوي مشاري، حياك الله يبارك فيك.
يا مرحبا. الله يسلمك. حالكم؟ عساكم بخير. بخير الله يسلمك. احييك يا مشاري واحيي ضيوفك الكرام محمد سهيل وناصر العمران. الله يسلمك. حبيت ابارك الجمهور ريال مدريد بالدوري. تفضل. واستاذنكم بقصيده. تفضل. يقول لك يوم البطوله حاله تغير وصارت عادله، ذاك الفريق المنتهي زاد البكاء زاد الصياح، يومه بدا يكبر وكل الناس عنه غافلة، سطر له التاريخ في تشيلسي مجازر بالسلاح، ببي وسط مدريد يوم ان انطرد بالباطلة، لو كان في ذاك الزمن هالفار ما شاف الفلاح، كم صار له مدة وهو يسرق مواسم فاشلة، واليوم عاجز وانفضح بالفار والكل استراح، يا ذا الصغير اللي كبر هو بالعلوم السافلة، شكلك غلط والله غلط وانت تصوب بالرماح، مبروك يا ملوك الفرح، عيش طيب. السعادة كاملة، خلوا البكاء في قليمهم يوصل إلى حد النياح. شكرا لك أخوي مروان. يعني ما حبيت أنا في كم مفردة في البيت، لكنك مدريدي ويمكن تعبك عن فرحتك ومو قصدك هذا الإساءة. بالأخير نبتعد عن بعض الكلمات، وإذا أنت قصدك يعني أن في تحكيم وفار وهذا، أهم عشاق برشلونة بيتكلمون، يعني من حقهم ان اليوم يردون، واتمنى من مخرجنا ان ارقام التليفونات اليوم تكون لجماهير ريال مدريد واللي حاب يرد على هالتعليقات. عندنا اتصال. ضحى، حياك الله يا ضحى. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء احب ابارك على كل مدريديستا الفوز بالدوري المستحق وبجداره. نقول لك صراحه زيدان مره ثانيه يثبت انه اسطوره كلاعب ومدرب، قدر يتغلب على كل الانتقادات ويسكت المشككين اللي كانوا ينسبون الفضل لكريستيانو بكل إنجازاته مع الفريق، قدر ينجح ويحقق الدوري بنفس مجموعة الموسم اللي طاف، فارق 7 نقاط عن برشلونة. يعني مو معقولة مدرب يحقق اللقب الـ11 بمسيرته بالحظ أو بالتحكيم، أنا ليش مو قاعدة أشوف أي إنصاف له؟ وأحب أقول حق ناصر العمران هارد لك، وركز على نابولي لأنه واضح موسمكم الصفر يقرب. طيب شكرا لك، والله ما شاء الله عندك ثقافة يعني عالية أختي ضحى. ما راح نقول لك على المطبخ، لا خليك في كرة قدم. ناصر تعليقك. ما سمعت آخر شيء مشاري على نابولي، سمعت تقول يمكن احتمال تطلعون موسم صفري. والله على يعني أنا أقول إن مدريد زيدان لا بصمة كبيرة، برشلونة للأسف قاعد يلعب من غير مدرب، يعني اللاعبين وشفنا احنا حتى تدخلات ميسي ببعض الامور التكتيكيه داخل الملعب، وكل مباراه طريقه واسلوب لعب مختلف. يعني ما راح تطلع موسم صفري ناصر، بس تعليق برجع للاتصالات. يعني انا اتفق معاه، راح يكون برشلونه طيب. يعني هذا الموسم صفر. طيب محمد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. يعطيكم العافيه ان شاء الله. الله يعافيك، تفضل. اول شيء انا اللي عتب عليك اخ مشاري انه كان المفروض اليوم تطلع بلوزة ريال مدريد او بوشاح ريال مدريد. حياك الله على عيني وراسي يا كابتن محمد، يا ما طلعنا في ريال مدريد، يعني برنامجنا المفروض ان انتم يعني له معزه خاصه، من بلش برنامجنا 4 سنوات انتم حققتوا عتب محب، يعني حققتوا 3 ابطال. بس خليني اكمل، الله يعطيك وقتك. ولبسنا الوشاح في الـ11، ممكن محمد سهيل موجود وفي الـ12 وفي الـ13، وحققتوا بطولات. وفي بدايه الموسم، في نهايه الموسم بعد كورونا ما لبست على ليفربول، فيعني مرات ما راح نلبس، فما نلبس للكل، يعني نلبس للكل ولا ما نلبس للكل، لكن نبارك للكل، نبارك للكل ونقول لك مبروك، تفضل. الله يبارك فيك، والله يبارك عمرك. اول شيء انا حاب ابارك لكل المدريدستا وللكابتن محمد سهيل يعني بالدرجه الاساسيه على تحقيق البطوله اللي صراحه يعني المفروض مثل ما قالوا كثير وقال الكابتن محمد تريكن هليقة زيدان، هي فعلا ليقة زيدان. زيدان اثبت انه مدرب أسطورة، إنه قدر بنفس المجموعة اللي كانت بالموسم الماضي مجموعة ميتة قدر يحييها بدون ما يستفيد إلا يمكن من صفقة مندي، قدر إنه يحقق إنجاز تاريخي يحسب له ويسجل باسمه. بس في عندي سؤال للأخ قول ناصر. قول محمد قول. الأخ ناصر قال إنه ريال مدريد فريق سيء كان الموسم هذا لانه كان يفوز بفارق. طيب عشان الوقت محمد قول السؤال. اي قول السؤال. اوكي، السؤال اذا هو بيعتبر هيك، هل اتلتيكو مدريد لما حقق الليغا حققها بنفس الظروف وفارق هدف او بركله جزاء، هل كان كمان سيء؟
طيب شكرا لك، شكرا معي. شكرا لك، وصلتها. يوسف من السعوديه، حياك الله يا ابو يعقوب. صباح الخير ابو محمد، حياك الله، طال عمرك. كيف حالك؟ سلامك، الله يسلمك يا اخوي، حياك الله. اباك الاخ لهنا في السعوديه، اباك الاخ وهذا اخ ناصر، مبروك، يبارك لك محمد سيل. عندي استفسار يا ابو محمد، بس انا للبرشلونيين، يعني اخر ثلاث مباريات في ريال مدريد، يعني قدام ختافي، قدام ملفستو، قدام فريال وغرناطة عفوا، ما ذكروا التحكيم، وش السبب؟ وش السبب؟ هل انهم فقدوا الامل الدوري يعني ولا لا؟ يعني تصريح ميسي امس وتصريح سواريز وريفالدو ما ذكر التحكيم، هل هو استسلام انه خلاص حكم الدوري لريال مدريد؟ طيب شكرا لك يا يوسف. عندنا اتصال. طيب محمد سيل، ريال مدريد اقوى دفاع في اوروبا حاليا، شنو السبب؟ شوف، يمكن ترى زيدان لما حقق الدوري سنة 2017 حقق يعني بالسجل هجومي، الفريق في هذا الموسم سجل 176 هدف، لأنه كان يدري أنه يملك سفاح في خط الهجوم اللي هو كريستيانو رونالدو. في هذا الموسم حقق الدوري بأقوى دفاع، لأنه عارف أن الفريق في هذا الموسم فقد لاعب يسجل 50 هدف، فقد الفاعلية الهجومية، ولكن يملك راموس يعتبر واحد من أفضل المدافعين في التاريخ، يملك فاران واحد من أفضل المدافعين في العقد الأخير، عنده كارفخال، مارسيلو، وعنده كاسيميرو وأفضل نص متأخر في آخر السنوات، لذلك يعني شايف أنه عنده لاعبين جودتهم عالية، لذلك أخفى الضعف الهجومي او قله الفاعليه الهجوميه في تعزيز قوه الفريق الاساسيه واللي هي خط الدفاع. في النهايه انت تقدر تاخذ بطوله في قوه هجوميه وتقدر تاخذ بطوله في قوه دفاعيه، يعني هذا الشيء بعد يعني يخلاه يخلق توازن كبير في قوه الوسط وفي قوه خط الدفاع، ومع فعاليه لو يعني يقول ان الهدف راح يجي بالنهايه، يعني فقدرنا ياخذ اللقب في اسلوب لعب ثاني، اسلوب لعب مختلف عن الاسلوب اللي حقق فيه الدوري في 2017 2016، وهذا شيء يبين لك المرونه التكتيكيه الكبيره اللي يمتلكها زيدان، اذا كان عارف انه يتعامل مع نقاط قوه فريقه وعارف شلون انه يخفي نقاط الضعف اللي بفريقه حسب الادوات المتوفره عنده. من وجهه نظر محمد ناصر، بسالك فنيا، شنو يعني وين مكان من القوه في دفاع ريال مدريد؟ بداية مشاري بأفكار زيدان الدفاعية في السابق، أساليب الدفاع مشاري الضغط والزون الماركينج، مدريد في السابق كان يضغط على حامل الكرة، هذا الموسم لأن لاعبين كبار بالسن، تكلم عن كازميرو وراموس، اتبع الأسلوب الزون في الدفاع، تموقع كل لاعب في مكانه وبالتالي يستخلص الكرة عن طريق الزون، لذلك في الهجوم مدريد كان فعال في تسجيل الأهداف بتواجد بنزيمة، لهذا الأسلوب عطى زيدان الحرية أكثر في الدفاع، وتتكلم عن لاعبين ذو قيمة، مارسيلو يمتلك خبرة، راموس، فاران، كارفخال، كازميرو، الخماسي يهاجم في خمسة ويدافع في خمسة، وبالتالي أنا أشوف زيدان وضع فلسفة اتفق مع محمد وأساليب تناسب أعمار اللاعبين ونجح فيها وحقق أفضل خط دفاع في الدوري الأسباني. نعم، نشوف معكم صورة لحارس ريال مدريد كورتوا. مشاهدينا الكرام، كورتوا هو أول لاعب بالتاريخ يفوز بالدوري مع أتلتيكو مدريد ومع ريال مدريد. محمد، لأي درجة ساهم كورتوا في تحقيق هذه الليغا؟ أول شيء أعتقد أن المعلومة هذه، هو ثاني لاعب، ما هو أول لاعب حقق اللقب مع ريال مدريد. من أول لاعب؟ في لاعب سابق اسمه خوسيه بينا، لاعب حقق اللقب مع الفريقين. بخصوص مساهمة كورتوا مع ريال مدريد، كورتوا تعرض لانتقادات كانت ممكن أن تنهي حارس المرمى، خصوصا الانتقادات الكبيرة جدا اللي في بيئة ريال مدريد، وحنا يمكن نذكر في بداية الموسم
في مباراة كلوب بريدج لما طلع بين الشوطين وشلون صار هاجموا الجماهير والصحافة، ويعني اهتزت الثقة عنده بشكل كبير، ولكن قابل هذه الانتقادات بصلابة ذهنية كبيرة خلته حاليا واحد من أفضل الحراس في العالم. 19 كلين شيت، حقق رقم مميز 505 دقائق ما عليه ولا هدف، أعلى نسبة تصديات بين حراس الليغا، أقل حارس استقبل أهداف في الدوريات الخمس الكبرى، وأثبت أن حارس مرمى سوبر ستار، حارس مرمى بقيمة نادي بحجم نادي كبير بحجم ريال مدريد. نعم والله اللي ذكرته محمد يستحق كورتوا، خصوصا لما مر بالظروف في بداية الموسم، وممكن يعني شفنا أهداف سهلة والبعض ربطها في قلة إمكانياته، هي إمكانياته نفسها كانت عالية، لكن كل لاعب يمر في ظروف، وكورتوا مر بظروف وحاليا أثبت من جديد هو من أحد أفضل حراس في العالم، وكان مساهم مثل ما تفضلت يعني إسهام مباشر في تحقيق الليغا. نشوف معكم مشاهدينا راموس وزيدان، ويمكن أمس لفت انتباه الكثيرين تصريح راموس بعد تحقيق الليغا مباشرة، عندما ذكر راموس وقال كلمة السر في الكأس اللي قاعد تشوفونه وهو كأس الليغا كان زيدان، زيدان كل ما يلمس شيء يحوله إلى ذهب، زيدان هو ملهمنا، هو قائدنا، يعني تصريح يبين حجم المحبة ما بين اللاعبين سواء قائد الفريق واللاعبين للمدرب، وهذا ممكن يعني درس للجميع، إنه ممكن الكثيرين يلعبون للشعار، لكن إن أنت تكسب اللاعبين يلعبون للشعار ويلعبون للمدرب هذا أمر مو سهل، نجح فيه زيدان وبامتياز بالفترة الأخيرة. تعليقك ناصر على تصريح راموس إن زيدان هو أستاذنا وهو القائد وهو الملهم وهو يعني كلمة السر في تحقيق الليغا. هذا دليل كلامنا مشاري ان الفريق يمتلك مدرب ذو قيمه، يمتلك مدرب شلون يستخرج افضل مستوى من اللاعبين بامور نفسيه مشاري او امور تكتيكيه، ويضع كل لاعب في مركزه المناسب ويعمل توليفه في وسط الملعب، كازميرو، مودريتش، كروز، بعض الاحيان بنزيما، يستعين في جارث بيل، فينيسيوس يشركه في بعض اللعبات، استفاد بهزر بعض المباريات الأولى بعد قبل لا يتعرض لإصابة. زيدان قيمة فنية عالية، يعني خليك هو كان لاعب وحقق كأس العالم، لكن أثبت أنه هو مدرب ذو أفكار تكتيكية، يمتلك المرونة التكتيكية، والدليل أن كابتن الفريق يعترف أنه لا دور كبير في تحقيق الليغا وتعامل مع كل مباراة. برافو زيدان، يحسب 50% للمدرب ويحسب 50% للاعبين وأداهم داخل الملعب. ولو بتروح حق أي واحد مدريدي بيقول لك بصمة زيدان واضحة 100% داخل الملعب في عمل هذه التوليفة، ضغط المباريات، أخذ النقاط 1-0 بركلة جزاء، لكن يعرف شلون يتعامل. برافو زيدان، ناصر مدرب ذو قيمة عالية جدا. قبل لا تروح ناصر، قبل لا تروح، رفعت الراية البيضة، خسرت التحدي مع عشاق ليفربول وخسرت الدوري مع عشاق ريال مدريد، في شيء بعد تتحدى لنهاية الموسم الشامبيونز ليج ولا خلاص رفعت الراية؟ لا خلاص الشامبيونز، أنا ودي أقول إن مان سيتي راح يحقق الشامبيونز، غوارديولا ليش برشلونة ما زال موجود، يعني يعجبني بأفكاره، لكن ما أبي أصرح خلاص 2020 ماكو تصريحات مشاري، ومبارك حق مدريد ومبارك حق الجماهير ومبارك حق محمد السهيل، استحقيته الدوري ناصر، استحقيته هذا ناصر الشيء. انت بقول حق برشلونة ناصر، ناصر في 2020 في البدايه قلت انا الصريح وانا الواقعي وانا اللي اقول كل شيء، في اول 5 شهور 6 شهور الظاهر قلت تصريحات حق 4 سنين قدام، لا لازم تصرح انت تقول وين وضعك. ان شاء الله احنا راح نغطي الشامبيونز ليج اللي هو في شهر اغسطس بشهر 8، انت شنو تصريحك قبل لا تروح في دوري الابطال، وين رايح وبتتحدى مع منو او تتقرب منو؟ دائما تحطني بزاويه مشاري، هي بس لازم تقول ان التصريح مبني على افكار تكتيكيه، يلا قول باختصار صحيحه او انا ما اصرح كذي مشاري، اقول انا اشوف الشامبيونز ليج رايح الى غوارديولا والمان سيتي رقم 1، ممكن بايرن ميونخ يدخل رقم 2، لكن غوارديولا عينه على فقد الدوري، الحين عنده مجموعه لاعبين
وقاعد يتعامل مع الشامبيونز ليج بافكار مختلفه عن الدوري، وبالتالي اشوفه هو الاغرب. طيب ناصر بالحالتين امسكه 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 علي وقول بعدين 2020 بالحالتين الفيديو راح ينعرض اذا ضبط التوقع ولا لا. محمد سيل قبل لا نطلع فاصل، تعليقك على تاثير راموس القائد، تاثير راموس اللاعب، تاثير راموس اللي يملك الروح الكبيره اللي واضح انه كمدرب داخل الملعب وقيادي وعنصر ايجابي لجميع اللاعبين من حوله داخل الملعب. شوف، يمكن لو تسال اي مدريدي عطني افضل 3 لاعبين في هذا الموسم راح يعطيك 4، ولو تقول له عطني افضل 4 لاعبين راح يعطيك 5 لاعبين. يمكن اكثر من لاعب له تاثير كبير على تحقيق ريال مدريد للقب الليغا. الماركة لما حاولت تحلل تاثير اللاعبين على تحقيق الليغا طلعت 4 لاعبين علامه كامله، فاران، كورتوا، راموس، كاسيميرو، بنزيما. هذا الشيء يوضح لك ان في لاعبين كثر كان لهم تاثير فني على 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 الفريق. ولكن خلنا نروح شيء اعمق، يمكن راموس ايضا تاثير فني عالي جدا، ولكن لولا قياده راموس للفريق، لولا قيادته، لولا روح التماسك اللي يزرعها بالفريق وتاثيره على اللاعبين اللي حوله، ما اعتقد ان الفريق راح يكون بهذه القوه. يمكن كل اللاعبين لهم تاثير على الفريق بتحقيق الليغا، ولكن اللي يميز تاثير راموس ان تاثير راموس اكثر من كونه تاثير فني على الفريق، تاثير معنوي، تاثير ذهني، تاثير هذا اللاعب اللي يعطينا دافع اكثر واكبر في تحقيق الالقاب. شكرا ناصر العمران، نشوفك على خير. محمد راح تكون مستمر معانا ان شاء الله. فاصل مشاهدينا ونرجع مع محمد السهيل وسهيل لهويك. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في حلقتنا الاستثنائية عن بطل الليغا للمرة 34 ريال مدريد. نرحب في انضمام أحد محللينا المميزين سهيل الحويك. حياك الله يا سهيل في حلقة اليوم. يعني أنا أول شيء بحب رحب بالكل، وأكيد بحب وجه رسالة تهنئة لكل مشجعي ريال، وخصوصا محمد سهيل وأنت ونواف سهيل. أنا؟ تسلم يا حبيبي سهيل. لحظة أنا حطني وياكم، أنا سهيل قصدك يعني للعشاق ريال مدريد. عليك سوري يعني أنا هلأ لايف، فهلأ بس شوفك أنا شخصيا بقول لك، يعني أنت ما بتحب نحن نكشف المستور. لا احنا بنحب أنه نكون يعني حياديين، لكن اللي له ميول نبارك له، ونبارك اليوم لكل عشاق ريال مدريد. وبعدين لو تشوف الكومنتات في اليوتيوب ولا المنشن في تويتر تقول انا برشلوني مو مدريدي. والله يا مشاري انت ما بيبقى لك الا تكون ملكي لانك ملك. حبيبي تسلم لي. مشاهدينا الكرام، اسطوره كلاعب ومدرب عظيم، نعم هو زين الدين زيدان. نشوف التقرير ونرجع. جميل غير مستغرب من معدل المميز عودي عوض، فعلا كان ربط جميل في مباراة اعتزال زيدان أمام فيريال، المباراة اللي سجل فيها وتتويجه الأخير أمام فيريال الرسمي لريال مدريد. والسؤال اللي كان في التغرير اللي يفرض نفسه، من الأفضل زيدان اللاعب أم زيدان المدرب؟ في حيرة أكيد عشاق ريال مدريد. زيدان اللي درب ريال مدريد 219 مباراة، محمد سهيل الحويك مشاهدينا الكرام اللي يتوج في كل 19 مباراة في لقب زيدان، اللي من 2016 من استلامة تدريب رسميا ما في مدرب في أوروبا تحديدا
اعتلى زيدان في 11 لقب، يمكن الأقرب غوارديولا. زيدان عمل الكثير والكثير، يستحق الإشادة، ونختلف الميول، النجاح ورفع البطولات يقابلها كلام وثناء مستحق لزيدان، خصوصا أنه ما يصرح وقليل الكلام ولا يبحث عن الإثارة. محمد سيل، البداية معك، ونخليها مع سيل الحويك. سيل الحويك بما أنه أكبر سنا يعني فينا، تفضل سيل. ليك بشاري، أنت دائما بتذكرني بالسن، هل عندك شي مشكلة أنت بالعمر يعني؟ لا بالعكس، أنا دائما أذكر الكبر وأرفق الكبر في السن والتقدير والمكانة. حبيبي شاري، شوف حبيبي، نحن إذا بنراجع تاريخ الكرة أكيد لازم نحط زين الدين زيدان بين أفضل 10 لاعبين نزلوا على أرض الملعب، يعني اللي ممكن يشيلوا زين الدين زيدان من بين أفضل 10 لاعبين بالعالم، هذا بكون يمكن مش يعني لا يعني منه عايش كرة قدم. من بين يمكن اللاعبين الأفضل بالتاريخ، يمكن عنا نحن شخصين هن اللي قدروا يتفوقوا يمكن على أرض الملعب كلاعبين وكمدربين، من ضمنهم كرويف وزيدان. يعني إذا مشوف نحن دييغو مارادونا، غريبة نسيت بيكنباور. إيه خلينا شغلة، بيكنباور فقط كان عنده تجربة عابرة ببايرن، وكان عنده تجربة مع المنتخب الألماني حصرا، ولكن ما كان عنده تجربة مع الأندية. ونحن كنا نعرف أنه هناك فارق كتير كبير ما بين تدريب النادي، العمل اليومي والتحفيز اليومي والإصابات المفاجئة، وما بين تدريب المنتخبات. أنا برأيي زين الدين زيدان بفضل المسيرة التي حققها مع ريال مدريد، هو يمكن الوحيد يلي قدر يجمع المجد من كل أطرافه. أما اللاعب الآخر يلي قدر ينجح بالميدانين، فينا نقول نحن يوهان كرويف. ولكن أنا برأيي إذا سئلت في يوم من الأيام من هو الشخص الذي تمكن من أنه يترك أثر كلاعب وكمدرب، أنا بقول زين الدين زيدان، مع احترامي لأسماء أخرى مثل ماريو إيزاغالو يلي حقق كأس العالم مع منتخب البرازيل، ومن ثم حقق اللقب كوتش. ولكن زين الدين زيدان كان موجود بين أفضل 10 لاعبين، ماريو إيزاغالو لا. هذا هو الفرق. طيب محمد سيل، زيدان يمكن ما حد توقع عودته، خصوصا بعد الضغوط، ومثل ما ذكرت في بداية الحلقة أن اللاعبين يعني كبروا في العمر والتشبع إلى آخرة، عودته ثم تحقيقه لللقب، شنو يعني لك زيدان في فترته الأولى وفترته الحالية وعودة البطولات مع زيدان وتدريبه؟ شوف، يمكن احنا الحين قاعد نتكلم عن عظمة زيدان كلاعب وكمدرب، أنا بضيف عليكم أن زيدان شخصية، ولد عظيم واستمر عظيم وراح يموت شخص عظيم. هذا الشخص في كرة القدم بمجرد ما أنك تبحث أو أنك تبحث عن فشل في مسيرة هذا الرجل سواء كلاعب أو كمدرب، إذا لقيت هذا الفشل راح تلاقي رد من زيدان بنجاح جديد يخليك تتردد التشكيك في شخصية هذا الرجل في مجال كرة القدم. زيدان وعودته مع ريال مدريد، يمكن الكل شبه عودة زيدان بالقرار الانتحاري، يعني هو ترك ريال مدريد وهو في أعلى القمة بعد تحقيق 3 دوري أبطال واحد دوري، فعودته كانت يعني الكل مع نفس الفريق، الكل كان يتوقع أنه يعني زيدان اللي راح يصير له في الميركاتو تغيير كبير من بيريز، ولكن حصل الميركاتو يمكن هازارد وميندي وكم لاعب يعني مثل يوفنتوس وغيره من اللاعبين، ولكن اللي استفاد منهم هو فقط في ميندي. نعم، ميندي هو اللاعب الوحيد اللي استفاد من عنده. هذا يعني هم نقدر نقول زيدان استمر على نفس الفريق السابق. طيب محمد، اذا تسمح لي محمد، 20 اذا تسمح لي خسارة. اذا تسمح لي محمد، طيب اذا تسمح لي محمد، بس عندي اتصالات وارجع لك في النقطه اللي وقفت عندها. محمد، حمد حياك الله يا حمد. حامد تفضل، طال عمرك. نعم تفضل. كيف حال ضيوفك الكرام؟ الله يسلمك. في البداية أنا بحاول أكون مختصر يا مشاري، لأني أعرف حجم الاتصالات اللي جاية. الله يسلمك. أشكركم على البرنامج الجميل، وأشكرك يا مشاري شخصياً أنك ما تعتمد أسلوب الاستفزاز. البرنامج هذا أتعب في المنافسي بطريقة محترمة جداً في النقاش.
فأشكر شخصيا. تسلم يا حبيبي. بحاول أكون مختصر. هي نقطة يعني النقطة الأولى أهم كل المدرسة اللي في تويتر، هادي زعيم المدرسة عبد الرحمن أبو عصام محمد سهيل، ألف ألف مبروك. والنقطة اللي هي يمكن تقلب المواجع شوي، عندي سؤال اللي هو ليش لما فاز مدريد بالتشامبيونز ليج الثلاثية ورا بعض ما أخذت زحمة إعلامية زي ما يفوز فريق فيها مرة واحدة؟ جلست أفكر بالنقطة ليش؟ يعني حتى بعد الثالثة الصحبة تكلمت يوم يومين وما كأنه إنجاز عظيم. لما فكرت الموضوع هذا اكتشفت إنه هذا شيء متوقع من مدريد. يعني إحنا نتوقع من ميسي فرق خمسة يسجل سوبر هاتريك، لأننا نتوقع أشياء عظيمة من ميسي ما نتوقعها من برشلونة. فهذا الفرق بين الفريقين. فأتمنى إذا محمد سيل هل تفسير من الحدث هذا صحيح أو لا؟ طيب ليش ما أخذني زحمة على ثلاثة؟ راح أوجه سؤالك يا حمد. شكرا شكرا لك، والاسماء اللي ذكرتهم صبح عليهم بالخير، الدحمي وعبد الهادي وكل المدريدستا في السوشيال ميديا تحديدا في تويتر، نصبح عليهم بالخير ونبارك مره ثانيه بما ان حلقتنا استثنائيه لعشاق ريال مدريد، نقول لهم مبروك تحقيقكم اللقب رقم 34. معانا حامد، حياك الله يا حامد. معانا اتصال. طيب نرجع لك السيد الحويك، و يمكن فرض تساؤل انا بالاخير فرض تساؤل، ابيك تجاوبوني بس بالتساؤل، من الافضل لغايه الحين يعني، ولا البعض يقول لك ممكن بدري هالسؤال، لكن انا بفرض هالتساؤل لكل من يتابعنا، زيدان اللاعب ولا زيدان المدرب؟ بما انه حقق ثلاث ابطال وما في مدرب حققها مرتين على التوالي في النسخه الحديثه. شوف مشاري سوري سؤالك أنا ايه انا ايه اوكي شوف حبيبي، أنا لازم أقول أنه شخصية زيدان التي عاشت يمكن أسوأ لحظاتها بنهائي كأس العالم إلى 2006 لما صار في النطحة الشهيرة إذا كلكم تتذكروا أكيد، وبعض التصرفات الخارجة من زيدان، أنا شخصيا لم أتوقع أنه ممكن هذا الشخص يبدع على مستوى التدريب. ليش؟ لأنه سلوكه يمكن بالملعب كان جيد، ولكن في عنده بعض الفترات يلي عمل فيها حركات بالملعب. أنا شخصياً تفاجأت كيف زين الدين زيدان صار مدرب قدر يضبط تشكيلة كبيرة وليست أي تشكيلة. نحن عم نحكي عن ريال مدريد أعظم نادي بالتاريخ، سيد أندية العالم. هلأ إذا أنت عم تسألني شو بفضل أو مين أفضل، إيه بس أنا حالياً إيه؟ أوكي أنا رح جاوبك إيه؟ أنا حالياً واقع بحيرة. طيب على ما تفكر، عندي اتصال من العراق سهيل، عندي اتصال من العراق، على ما تفكر من افضل انت ومحمد سهيل لكم السؤال. احمد حياك الله، صباحكم الله بالخير، مبروك محمد سهيل، مبروك توهيم على هذا اللقب، الحمد لله والشكر يعني من بعد مجهود وتعب صراحه. نقول لك مبروك احمد، حققوا الابطال، حققوا الابطال، الله يبارك فيك. انا طبعا كنت مجهز احتفاليه مع اولادي، بس اولادي استحوا يطلعوني يعني، لا لا كنا مجهزين احتفاليه نظريه ما يجعل لازم اذا موجودين لازم تطلع الاحتفاليه. ما والله صدقني ما حاولت اقنعهم برضو، احنا كنا مجهزين اصلا احتفالي، احنا كنا ندري في اللقب من زمان. سؤالي لمحمد السهيل ضروري اجابه بخصوص مودريتش. مودريتش بعد فتره التوقف ظهر في مستوى جدا عالي، ما ادري سبب التوقف اللي خلى اللاعبين شويه المنافسين تاثيرهم اللياقي يقل، ذلك صار هو. فش تشوف مودريتش يعني المفروض يستمر سنه بعد، ولا انا اشوف لازم خلاص انه يسلم الراي اللي بعده؟ ومن اللاعبين اللي المفروض خلاص يتركوا ريال مدريد؟ وشاكر لكم ومبروك حبيبي، مبروك لك ومبروك لعيالك يا احمد، شكرا لك. معنا ايمان، حياك الله اختي. السلام. السلام، حياك الله. حبيت أبارك لكل المدريدية، نقول لك مبروك بالدوري 34 الحمد لله، بفضل زيدان البوش وبريز الشامخ. كانت ليقة صعبة الصراحة، خذيناها بشق الأنفس، لا حد يقول لي الريال خذاها عشان سوء برشلونة، هذه يعني فضيحة. احنا خذيناها بجدارة بذراعنا خذيناها، وإن شاء الله فاينل الأبطال 14 إذا مو مدريد اليوبي يعني عشان الدون. طيب بارك لك يا إيمان مرة ثانية، مبارك لكل عشاق ريال مدريد. معنا بدر، حياك الله أبو ناصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أول شيء مبروك للمدريد الفوز، وثاني شغلة أقول حق أخوي محمد
ما يصير تقول لزيدان راح يموت عظيم، العظمة لله سبحانه وتعالى، لكن مدرب اي مدرب بس عظيم لا. انا برشلوني وانا عضو في نادي برشلونة، اوكي لولا ان برشلونة فرط في الليغا مدريد ما ياخذ الدوري. عرفت؟ انا ما اقول التحكيم مستحيل، لا لا مو التحكيم، برشلونة ما لعب. عرفت؟ بناصر يقصد يعني كعمل وانجاز يعني لا لا مو تعظيم اللي انت ما يصير مو تعظيم العظمه لله طبعا اكيد ونعم بالله بس انت 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 رحت انت رحت لهالزاويه الكلام لا هو واضح كلامه اذا احنا بناخذ الكلام ناخذ بحسن النيه ما ناخذ بشيء يعني مثلا مستقصد هو يقصد انه مسيره مميزه مسيره جيده كلاعب وكمدرب يبينيها في هذا النجاح وهذا التالق يعني انجاز عظيم هذا القصد يعني بالاخير ما هو عظمه يعني في مساله ثانيه احنا ما نتكلم فيها عندك سؤال ابو ناصر راح ابو ناصر تفضل قول معك قول يا ريت تعطيني مجال قول برشلونه ايه؟ انه معتمد على لاعب واحد زين منو من واحد من السبب من السبب بالاداره اريك ابيدال هو اللي لعب بالاداره طيب شكرا لك شكرا لك يعطيك العافيه عندنا احمد بعد حياك الله يا احمد الو سلام يعطيك العافيه الله يعافيك تفضل اول شيء نقول الف مبروك حق الجمهور الجميل وحق محمد السيل انا بهد كل شيء بس بتكلم عن زيدان العبقري زيدان الذكي زيدان البارد حتى في توجيهاته زيدان البارد كان بلعبه كان بارد بتوجيهاته كمدرب زيدان حمل صعوبات تحديات تحدى الكل اعطيك اي مدرب لو يطلع من نادي هو خسران يرد النادي مره ثانيه ياخذ بطولات ماكو غير زيدان الا ما يكون مدريديا لتمنيت ان اكون مدريديا لكن مدريدي بالفطره هذا احنا نتشرف فيها واذا البرشلوني يقول ان مدريد فاز لان برشلوني ضعيف صح احنا فزنا على برشلونه لانه الضعيف دائما ضعيف قدام القوي زيدان تحدى الكل زيدان تحدى الجميع زيدان كون فريق زيدان شال فريق على ظهره زيدان خلى راموس هو الكابتن القائد زيدان كان قائد برا وداخل الملعب زيدان يعجبني في بروده عبقريته عنده شباب طلعهم نجوم عنده شباب صاروا هدافين عنده شباب شكرا لك راقين. احمد شكرا لك احمد نقول لك مبروك ومبروك لعشاق ريال مدريد نرجع لك محمد سيل يمكن سالت سيل الحويك يلا محمد سيل عندك منو افضل زيدان لاعب ولا مدرب شوف زيدان كلاعب وضع التاثير الكبير بتغيير وغير خارطه التاريخ زيدان كمدرب كان له تأثير كبير وغير خارطة من الأفضل محمد ما نبي دبلوماسية التاريخ. دبلوماسية ما نبي صعبة أنا لا ما جر الاثنين وصل فيهم القمة يعني طيب. صعب إنك تقول أفضلية شيء يعني طيب سهيل الحويك تفضل شوف مشاري أنا رجل لا أحب ريال مدريد ولا أحب برشلونة يمكن إذا سألت سؤال محمد شنو ينحرج بس إنه هو بحب ريال مدريد أنا أرفض القول بأنه برشلونة سيء لهالسبب ريال مدريد توج أنا إذا بدي أكبر حالي ريال مدريد أنا ماني مضطر أروح عند إدارة برشلونة وجيب لها إدارة جديدة ورئيس جديد وعينهم مدرب وجيب لهم لاعبين حتى يجوا يفوزوا علي أنا كريال مدريد مطلوب مني فوز بالدوري بنهاية المطاف أنا ما خصني ببرشلونة برشلونة عرض علي بهذا الشكل أنا تغلبت عليه فممنوع مشجعي برشلونه يجوا يحطوا حجج يعني مثلا بدي اعطيك انا اكزامبل صغير بكاس العالم 2010 فازت المانيا على الارجنتين 4-0 طلعوا ثاني يوم العالم عم بيقولوا ايه ميسي خسر 4-0 لانه مدرب مارادونا طب شو بدكم نعمل بدكم انه الاتحاد الالماني يروح عند الاتحاد الارجنتيني ويجيب له كوتش معه طيب ويحط له التشكيله لا يجوز هذا الموضوع نعم عندي بدر من قطر حياك الله بدر تحيه لك ولهنا في الدوحه الله يحييك الشيخ سلام عليكم اول شيء لك السلام ورحمه الله وبركاته الله يسلمك اول شيء اصبح عليك اخوي مشاري وعلى الرواد وحياك الله على السريع عشان ما اطول اول شيء انا برشلوني الله يسلمك نقول لك الله يسلمك انا برشلوني الله يسلمك واقول لك الحمله اللي فايره من بعض الصحف بخصوص التحكيم والفار اغلبها موجهه من اداره برشلونه عشان تسكت الجمهور وانا اقول لك اياها في مباريات برشلونه استفاد من التحكيم فيها منها مباراه الكلاسيكو وكلنا نعرف ان التحكيم في الدوري الاسباني ضعيف من الاساس بس لما تتكرر الاخطاء ورا بعض وتحسم دوري حق فريق وبعدها يطلع تيباس رئيس الرابطه الاسبانيه ويقول لك بيريز اثر على قرارات الفار هذه تحتها مليون خطا وانا برايي اثرت على هويه الفريق البطل سواء كان برشلونه ضعيف واداره تستغل الجمهور حاليا بالصحف بس
هذه حقيقة. بيز رجل عنده سلطة قوية في إسبانيا، وبالنهاية فوق هذه نقول مبروك حق ربعنا المدريديين ومبروك طيب. حق أخونا محمد السهيل وإن شاء الله الوعد. بدر قبل لا تروح، بدر بما أن تشافي جدد مع نادي السد القطري وفي كلام أنه ممكن يكون بديل كيكي ستيل في الموسم القادم، ما عندك أخبار ومعلومة بخصوص هذا الموضوع؟ لا ما أتوقع الكلام صحيح، إنه لأن تشافي من الأساس مش متفق مع الإدارة الحالية، فهو قاعد يماطل لين الإدارة الجديدة وتوقع معه. نعم مش صحيح. وضحتها، شكرا لك، يعطيك العافية. عندنا اتصال. طيب عندنا اتصال، حياك الله يا سامي. تفضل يا سامي. ألو. حياك. ألو صباح الخير، أسلم عليك وعلى الكواتن الكرام. هارك يا سامي، تفضل. يعني بصراحة أنا مستغرب، يعني أنا أقول ألف مبروك للجماهير ريال مدريد ويستاهلون اللقب، بس لكن يعني كثير ضخم هو الموضوع. يعني فالفيردي كان يفوز بالدوري باولينيو وبغوميز، وكان يفوز ب 17 و19 نقطة يعني، وبالأخير يقول لك زيدان حقق اللقب وعظيم وزيدان أوكي زيدان على عين وعلى رأس. شنو سامي سامي يعني سامي ما تبيهم يفرحون يعني يحزنون مثلا؟ يفرحون بس يفرحون على عين وعلى رأس، بس مو يضخمون لهالدرجة. يعني لما برشلونة كان يفوز بالدوري محمد سيد كان يقول لأن ريال سيء، والان لما ريال مدريد يفوز يقول لا ريال بسلك سامي هو افضل من برشلونة. بسلك سؤال سامي، هل لا علاقه ان اذا غابت بطوله ممكن الفرحه تكون مضاعفه، او ان تكون مثل مثلا برشلونه ينتظر الابطال، او مثلا ريال مدريد يحقق الليغا؟ محمد سهيل لما برشلونه كان يفوز بالدوري الاستاذ محمد سهيل هو كان يقلل من الدوري يقول لك الدوري الابطال افضل، والان لما ريال مدريد فاز بالدوري صار الدوري افضل. طيب يعني راح أسأل السؤال، سوء ريال مدريد والبرشلونة في تحقيق الليغا، دموع زيدان يمكن أمس انتشر مقطع مشاهدينا الكرام في وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا لدموع زيدان بعد تحقيق 34، خلونا نشوف هالدموع ونشوف زيدان ونرجع. محمد سهيل وعشاق ريال مدريد، سؤال بعد دموع زيدان، هل عودة زيدان وقرار عودته كان لمصلحة النادي ومصلحة الجماهير ومصلحة الشعار، كانت هذه الدموع سبب لأن عاش الضغوطات وممكن تتلاشى الإشادة والإنجازات ما قبل رحيل زيدان يا محمد؟ شوف يمكن حنا شفنا دموع زيدان مرتين، مرة في ليلة اعتزاله ومرة بعد الليغا هذه، والمفارقة العجيبة أن المرتين كانوا ضد في ريال. يمكن دموع زيدان البعض كان يقول أنها والله علشان أخوه فريد الفريد اللي توفى، ولكن أنا شخصيا أرجح أن الدموع كانت بسبب الضغوطات الكبيرة اللي محمد ما شفنا زيدان خصوص انزلت دموعه في الأبطال، يعني حقق 3 أبطال ما حققها أي مدرب، ما شفنا دموعه. لا بس مشاري أنت مثل ما أنت عارف أن الوصول للقمة أنك تحافظ وأنت موجود في القمة هذا شيء أصعب بكثير. زيدان غامر بقرار عودته للفريق اللي هو طلع من عنده، اللي قال هذا الفريق يحتاج إلى حافز، رجع هو نفسه بشخصه وزرع هذا الحافز على عند نفس العناصر وعند نفس اللاعبين اللي قال انهم هم يحتاجون الى حافز. الضغط والهجوم كان شيء كبير على زيدان خصوصا بعد الخساره من اتلتيكو مدريد. الشيء العجيب في زيدان انه كان يعني في عز انكسار ثقة الجماهير في لاعبي ريال مدريد، كان هو يقول أنا واثق في اللاعبين، في عز انتقادات الصحافة للاعبين كان هو يوقف قدام الصحافة وكان يقول أنا واثق في اللاعبين. عودة زيدان بعد ما وصل للقمة وكتابته للتاريخ، عودة للفريق وهو في حالة انكسار، هذه تثبت لك الثقة الكبيرة اللي يثق فيها زيدان بنفسه وإيمانه وبمعتقداته وإيمانه بأفكاره وإصراره على تحقيق النجاح والمحافظة على القمة. شوف في هذا الموسم يعني انكسارات كثيرة، هزائم، تعثرات كثيرة تعرض لها الفريق، يعني أكثر من مرحلة من مراحل الموسم نعم. تعرض فيها الفريق لهزات،
ولكن طيب. قدر زيدان يسيطر على الوضع وحقق ليغا بدون خسارة على ملعبه، هذه معلومة لازم كل يعرفها. حقق ليغا بأفضل دفاع، حقق ليغا يعني متعبة بالنسبة لجماهير ريال واللاعبين ريال مدريد. نعم سيل حويك، بما أنك صحفي، تصريح زيدان أن تحقيق لقب الليغا أصعب من دوري الأبطال. شوف يمكن هو إديل بفترة من الفترات يفرض نفسه أسطورة تدريبية بالنادي، بس لما راح ورجع كانوا كل جماهير ريال مدريد ما بقى بدهم الأبطال، كان بدهم الدوري الإسباني، فزيدان تحمل المسؤولية من بداية الموسم. إذا بتتذكر وقلناها نحن بالبرنامج، كان عنده تصريح قال هدف هذا الموسم هو الفوز بالدوري الإسباني، وحقق الدوري الإسباني. لهالسبب أنا بشوف إنه دموعه كانت يمكن نتيجة الضغوطات، مثل ما كان عم يحكي محمد، لأنه أول شيء في ناس رهنت على فشله من ضمنهم أنا. شو جاي تعمل أنت بريال مدريد بعد ما حققت 3 مرات 2 شامبيونز ليج؟ إجا وعد بالفوز بالدوري وحقق هالموضوع. إذا بتسمح لي شغلة صغيرة بس كمان مشاري، بتذكر بكأس أوروبا 96 اللي صارت بإنجلترا، فازت فيها ألمانيا ولكن ما كانت هي الفريق يمكن الأفضل. في إحدى الصحف قالت إنه ألمانيا بطلة بالقوة الهادئة. أنا تضيقت إنه ليش قالوا قوة هادئة؟ أنا اليوم بقول ريال مدريد بطل بانتهاز الفرص، هيدا هو الفريق المضبوط. أنا ما إلي علاقة إذا برشلونة وشو عمل، ما إلي علاقة ب 15 تعادل لأتلتيكو مدريد، هيدا واحد. الثاني أنا بشوف إنه هيدا الدوري مثل ما نحن قلنا كأس العالم 86 هو مونديال مارادونا، دوري الإسباني هذا الموسم هو دوري زيدان. نعم نشوف معكم مشاهدينا حديث رئيس ريال مدريد بيريز عن زيدان ونرجع. مشاهدينا، لفت انتباهي أمس تغريدة لمعلقنا القدير علي سعيد الكعبي عن زيدان، ونوجه تحية ونصبح بالخير على أبو فيصل، كابيلو، شوستر، إخوان دي راموس، بيلغريني، مورينيو، أنشيلوتي، بينيتيز، لوبوتيغي، سولاري، هؤلاء جميعا أهدوا ريال مدريد آخر 11 لقب، هو لوحده أهدى الملكي 11 لقب الشامخ زيدان. واضح محمد الكل يتغنى في زيدان بما فيهم رأس الهرم، رئيس النادي ذكر أنه نعمة من الله. صحيح، يعني يمكن شوف كلام بيريز أن زيدان هدية من السماء لريال مدريد لجماهير ريال مدريد، هذا فعلا أن زيدان يعني ساهم في تغيير تاريخ ريال مدريد في بعض فترات مسيرة النادي التاريخية. وضيف على تصريح بيريز تصريح راموس اللي أكثر وضوح لعمل زيدان، كل ما يلمسه زيدان يتحول إلى ذهب. رأيك في التصريح؟ نعم محمد، هذا يعني أجمل وصف تصريح راموس لما قال أي شيء يلمس زيدان يحوله إلى ذهب، هذا أجمل وصف للشيء اللي يعمله زيدان مع الفريق من تغييرات من وإحياء للحرس القديم، الفريق اللي كان قريب من النهاية. ومثل ما قال بيريز بعد يعني هدية من السماء. تصريح يمكن تصريح راموس يوضح لك تأثير زيدان على المجموعة. احنا اليوم يمكن المدرب يعاني ترى علشان يوصل أفكاره للاعبين، علشان يوصل أفكار اللاعبين لازم يدخل إلى قلوب اللاعبين. زيدان بي بي بعظمته كلاعب، بتاريخه كمدرب، بشخصيته، بالكاريزما مالته، بمجرد ما يوقف قدامك هذا طبيعي بسهولة جدا انه يدخل الى 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 قلبك. لذلك تشوف ان عملية التغيير اللي يعملها زيدان بالفريق تكون اسرع، وهذا نعم. اجمل وصف من راموس انا شفته لزيدان. جاسم من البحرين، حياك الله ابو حمود. مساكم الله بالخير وبالمبارك يا اهل مدريد. مبارك لك وتحية لاهلنا في البحرين. الله يسلمك وتستاهلون واكثر. بس يعني انا اعذركم لان برشلونه مثل ما نعرفهم تمنيت انه ما ياخذون الدوري والحمد لله، وان شاء الله شكلهم بيطلعون من الابطال. الفريق مخلص
ومحتاج تجديد. هاي مرة بعض الفرق تحترم دي الشيء وبعض الفرق محتاج درس. منتخب الألماني مثلا خذ درس، الهولندي خذ درس وابتعد عن كأس العالم، الإيطالي العملاق العالمي خذ درس. برشلونة أيضا فريق مو براضي يحترم دي الشيء، إدارة حاولت يعني تفلت من دي المصيدة الكبار، الأدوات صارت كبيرة ما قدرت، اختياراته كلها غلط رغم المصاري يعني الصفقات الغالية وصلت لنص مليار. فأنا بارك بس عاد ما تلاحظون شوية زايدة يعني زيدان على غوارديولا شو يطلع وشنو نوع الكرة يا سهيل اللي قدمها زيدان، شنو التكتيك اللي قدمها زيدان؟ آخر شيء عصبت بحمود يعني بلشت لهي 45 ثانية وحولت حقك. راح نسأل محمد سهيل شنو قدم زيدان مع أنه قدم بطولة كل 19 مباراة. معنا معاذ من السعودية، حياك الله يا معاذ. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. حياك الله. تفضل. أول شيء مبروك يا ريال مدريد، ليجا يستحقونها 100%. وهارد لك برشلونة. بس بعد تكلم أنا الأستاذ سهيل، سهيل الحويتي لما عليك أمر. تفضل قول وياك. سهيل دائما يقول أنا ماني أنا أكره برشلونة وأكره ريال مدريد وكأنه يدعي الحياد. هو بنفسه في تغريدة له يقول أنا عدوي على مستوى الأندية برشلونة. وقال في البرنامج ان في الكلاسيكو انا اميل للريال على برشلونه لان اكره برشلونه اكثر، فلا يدعي الحياد، يعني مو حلو انه يسوي نفسه محايد وكره البرشلونه اكثر من كره ريال مدريد. طيب راح راح اوجه لك. تفضل تفضل معي بقى عندك شيء؟ ايه ايه تفضل. الشيء الثاني هو بنفسه مو بنا، هو بنفسه في البرنامج قال ريال مدريد افضل السيئين. هو ريال قال ان ريال مدريد فاز لان افضل السيئين. طيب فإن ريال مدريد سيء، فلا يقلب كلام الآن ويقول إن ريال مدريد كان أبقى، مع إني متفق مع كلام أول. ماشي. شكرا يا معاذ. معنا بدر، حياك الله أبو ناصر. هلا حياك الله، صباح الخير أبو محمد. صباح النور. معك أبو خالد، صباح الخير. حياك الله، طال عمرك أبو خالد، تفضل. هلا والله. مبروك أول شيء الدوري جمهور ريال مدريد، ومحمد سهيل عندي بالدرجة الأولى ولكسرون فيهم ريال مدريد وهادرك برشلونة. أنا أحب أقول شغلة اللي قال عن تباس ما تباس وكذا. أول شيء محمد ليش ما علقت عليه؟ 2015 برشلونة كان متصدر عن ريال مدريد 91 نقطة وريال مدريد متصدر ب 90 نقطة، وكانت ركلات الجزاء لبرشلونة 19 أو 22 ركلة جزاء، ولذلك حسم الدوري وما أحتج ريال مدريد على أي شيء، ولا طلعت صحافة ولا أي لاعب تكلم. بس كنا ذكرها أبو ناصر محمد سهيل في الحلقة اللي كان فيها الأخيرة. لا اليوم ما ذكرها ولا رد عليهم ولا واحد، حتى ما رد على ناصر عمر. انت تقصد في موسم 2016 2017 2015 اي 2015 2016 ذكرها محمد. اي 2015 اي بس ما رد على ناصر عمران يوم قال 50% للتحكيم. لا عفوا ما في 50% للتحكيم. ليش التحكيم؟ اول شيء ريال مدريد جاب الدوري من غير رونالدو ومن غير بل ومن غير هذا. طيب هدي ابو ناصر ومبارك لك مره ثانيه، افرح نقول لك الف مبروك يعطيك العافيه. معنا نشت، تفضل يا نشت. طبعا نحيي ضيوفك اخوي مشاري، طبعا نبارك حق محمد السهيل فوز ريال مدريد بالدوري. وطبعا انا اكد مره ثانيه ان ادوار المدربين ان هي بناء علاقه طيبه بغرفه الملابس بينه وبين اللاعبين. اذا اللاعبين حبوا المدرب يسوون كل شيء، طبعا مع شويه ادوات او لاعبين مميزين. انا اللي الشيء اللي انا يعني اعتقد انه يعني ضعف في ريال مدريد انه ما في قلب هجوم صريح، واللي الناس تعتبره ان بنزيما، وبنزيما دائما ينزل زياده عن اللزوم. يعني انا اتمنى لو عندنا قلب هجوم مثل ليفا اللي ببايرن ميونخ، اعتقد ولا بطوله راح تطوف من ريال مدريد. يعني مشكلتنا انه بس الفريق يتعب، لاعبين النص المدافعين حارس المرمى كله على اعلى مستوى، لكن موضوع الهجوم شوي كقلب هجوم. السؤال حق السهيل، قول سؤالك خلص الوقت. سؤالي قول، اذا احنا ريال مدريد بدون كريستيانو وبرشلونه مع ميسي وكل شيء وخلينا منهم الدوري، شلون لو العكس؟ طيب شكرا لك وضحتها. عندنا اتصال. طيب نرجع لك محمد سهيل، شنو يعني لك زيدان محمد سهيل المدرب؟ انت مشجع ريال مدريد، نبي شعورك وتكون واضح من داخلك شنو يعني لك زيدان المدرب.
يعني ما اقدر اوصف امانه الامانه. يعني شوف انا واحد من الناس اللي كنت خايف من خايف على زيدان بعد العوده، علشان خفت انه يعني مثلا تشوه صورته كمدرب، ولكن امانه يعني عمل شيء فوق 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 ما كنت اتصوره. يعني افرط بالعمل اللي قام فيه علشان انه يثبت ان هذا شخص عظيم في مجال التدريب وشخص عظيم بالنسبه لكل المدريديه. زيدان بنظر كل المدريديه هو افضل او من افضل الشخصيات اللي مثلت كيان ريال مدريد، افضل نعم. الشخصيات اللي تمثل قيم ريال مدريد. تتكلم عن شخص 11 لقب في 209 مباريات، في بمعدل كل 19 مباراه لقب، يعني شيء اعجازي. منهم القاب كبيره، ثلاثيه تاريخيه حققها مع ريال مدريد، ثلاثيه ابطال، اثنين ليغا في مسيره، يعني اثنين ليغا حققها من ثلاثه ليغا استلمها من بدايه. يعني قاعد يبين لك هذا الرجل انه فعلا على قدر تطلعات جماهير ريال مدريد. هذا الرجل يقدر قيمه ومكانه نادي ريال مدريد. نعم، يعني نختصر بكلام بيريز، يعني هديه من السماء للمدريديه كلهم. سيد الحويك، ناخذ جانب مميز لزيدان، هو يعني يمكن في حكم عملك المؤتمرات الصحفيه لفت انتباهي، ويمكن لفت انتباه الكثيرين، المؤتمر الصحفي ما قبل مباراة فيريال، أحد الصحفيين ويمكن عن نفس النظام حاليا سكايبي ولا زوم، سأل زيدان قال له أنت كل مرة تسأل نفس السؤال، وضع جارث بيل ووضع جيمس، قال حنا عندنا تركيز كامل وأنا ما راح يعني أعطيك المجال أني أرجع وعشان تفتح وممكن يعني نخلق شيء من لا شيء، الكل متحد في الفريق سواء جارث بيل سواء جيمس رودريغز، رغم انتشار الصور لجارث بيل في المباريات السابقة، لكن دعم وحافظ زيدان على كل المجموعة، وواضح أنه في احترافية في الرد في التصاريح يا سهيل. شوف الشيء اللي عن جد انا انعجبت فيه انه ولا مره زين الدين زيدان خلينا نحس فعليا بالخلافات اللي صايره سواء مع خامس رودريغيز ولا بيل. كان عنده هدف واحد، انا بدي احقق الدوري. كل شيء مشاكل بتمشي الى جانب الهدف تبعي هي مجرد تفاصيل، والفوز ببطولة الدوري أثبتت هذا الموضوع. هذا المدرب ريال مدريد رح يتذكره دائما، وأنا برجع بقول إنه في بداية الموسم كان في خلاف ما بين بيريز وبين زيدان، وأنا قلتها بالاستوديو، قلت إنه بيريز كان عم يطلب من زيدان يعتمد على اللاعبين صغار السن، ولكن زيدان أصر على التمسك بالحرس القديم، ومن ثم بدأ شيئا فشيئا إنه يدعم أو يمكن يغذي التشكيلة الأساسية باللاعبين الجداد وصغار. انا بشوف زين الدين زيدان هذا الموسم فاز على الجبهات كلها، فاز على الجبهه المحليه، فاز بالجبهه ضد برشلونه، فاز بالجبهه ضد بيريز، ما حلى شيء. يعني زين الدين زيدان اكل الاخضر واليابس. طيب نشوف معكم صوره للبطولات والمقارنه ما بين بطولات ريال مدريد وبطولات برشلونه. مشاهدينا الكرام، بعد تحقيق الليغا رقم 34 ريال مدريد يعتلي البطولات ب 92 بطوله، فرق بطوله عن برشلونه عنده 91 بطوله. يمكن ريال مدريد فارغ في الليغا في 34 ل 26، برشلونه عنده تفوق في كاس اسبانيا 30 ل 19، ثم ندخل في باقي البطولات. محمد سهيل، فرق بطوله لكن يعني ما ادري هل البطولات الاهم هي الدوري دوري الابطال بالاخير ولا مجموع البطولات، وهذا حق مشروع للجميع انه يكون مجموع البطولات. اول شيء يعني الفارق مو بطوله واحده، الفارق ثمان بطولات. ريال مدريد 90 بطوله، برشلونه 82 بطوله. هذه من موقع جول محمد، البطولات هذه من موقع جول لا زالت مستمره الى الان. اي البطولات اللي لا زالت مستمره الى الان، الفارق 8 بطولات لصالح ريال مدريد. ونتكلم عن الكيف، ما نتكلم عن الكميه، الكيف. طبعا ريال مدريد فارق بشكل كبير جدا عن برشلونه، تتكلم 8 ليغا وثمانية دوري أبطال أوروبا، يعني فارق شاسع وكبير جدا بين الفريقين. محمد وضح وضح مسألة أن البطولات المستمرة والبطولات المتوقفة، يعني ما فهمت عليك، توضحها. يعني البطولات اللي لا زالت مستمرة إلى الآن قاعد تلعب من ما بين الأندية إلى الآن، لو بتحسبها بتجمعها كاملة
يعني البطولات اللي تم الغاها هذه بطولات غير معترف فيها، البطولات اللي لا زالت مستمره الى الان ريال مدريد تجمعهم عند الفريقين، ريال مدريد فارق بثمان بطولات عن برشلونه، برشلونه 82 ريال مدريد 90 بطوله. سيد الحويك الارقام اللي قبل شوي الاحصائيه كانت من جول موقع جول. ليك سالك شغلي انا شفتها، ولكن انا اليوم مش انه عم سيره لمحمد، بس محمد في معه حق لانه عندك يمكن بعض البطولات اللي كانت تجرى قبل هن حاطينها بهذا الموضوع. بس مشاري تسمح لي احكي دقيقه بس وحده؟ تفضل. دقيقه تفضل. مشاري ليك انا دائما انسان صريح وانت بتعرف، انا ببدايه الموسم قلت لك ميسي دخل مرحله الياس، سهيل حويك اليوم يعلنها بانه كان على حق في كل مقال، لانه سهيل حويك لما يحكي ما بيحكي من عاطفه. انا كنت شايف انه اداره برشلونه لم تجري التعاقدات التي يريدها ميسي، انا كنت عارف انه المدرب فالفيردي والمدرب سيتين هم مدربين اصغر من برشلونه. اليوم ميسي حاطط 23 هدف، بالمواسم السابقه حاطط 36 34 و37. اليوم ميسي عم بيقول لك انه نحن فريقنا ما بيسوى، نحن بعدنا معلقين بخساره ليفربول وبخساره روما. سهيل حويك اللي قال ميسي دخل مرحله الياس، انا بطلب من كل اللي قالوا لا وسهيل ما بيفهم يقولوا لي اليوم انت معك حق. طيب بس السيل بما انك ذكرت الارقام، في رقم ما تحقق في تاريخ الليغا، يعني اكثر من 20 هدف كصناعه وتسجيل حققه ميسي. وبعدين ميسي حبيبي لحظه ميسي لانه كبير، انا برايي ميسي يقارن بالالقاب. انا قلت ببدايه الموسم ميسي دخل مرحله الياس، اول شيء حاليا يلوح بالرحيل عن برشلونه، برشلونه مش عجبه. انا سهيل حويك لما قلت هذا الموضوع ما قلته انا عن عاطفه، انا قلت لانه انا اقرا وانا اتابع وانا بعرف شو هي الحاله ببرشلونه. في خلافات ما بين ميسي وبين الاداره على قصه نيمار، لانه الحريص الاول على برشلونه هو ميسي، كان عارف انه هو بحاجه لنيمار لكي يحقق دوري ابطال اوروبا، ولكن طيب. عندما الاداره لم تحقق له هذا المطلب صارت كل هالخلافات. طيب معاذ، انا لما اقول انه دخل مرحله الياس انا اكون كسبت على كل واحد وقف بوجهي وهيجرني على تويتر وحتى شتمني. طيب ممكن هو يرد عليك في تحقيق الشامبيونز ليج سهيل، ليش مستعجل؟ شوف خليني لك شغله، انا سهيل حويك والكل بيعرفني، انا لما اربح بقول ربحت ولما اخسر بقول خسرت. انا حاليا في حدا بيفهم بكرة قدم يرشح برشلونة للفوز بدوري ابطال اوروبا حاليا؟ رشحت اليونان في اوروبا في تحقيق ان تتخطى البرتغال وتتخطى فرنسا، رشحتها. كل شيء يصير في كره القدم يا سيد. لحظه خلينا الشغله بالحياه، شو عندك امبارح واليوم وبكره؟ اليوم انا معي حق، بكره اذا غلطت انا بالتشامبيونز ليج وبرشلونه اخذ البطوله انا اول واحد راح اعتذر، ولكن الارقام بتحكي عن نفسها. 23 هدف ميسي حقق. سهيل حويك قال مرحله ياس، يعني مرحله ياس. سهيل ممكن برشلونه يتخطى نابولي، مباراه صعبه وفيها نسب، وممكن انت بحكم نتيجه الذهاب مع تشيلسي تتخطى تشيلسي، وممكن تكون مواجهه ما بين برشلونه وبايرن ميونخ في دور الثمانيه، بما ان القرعه يعني تم سحبها رسميا، وممكن ميسي يخرج بايرن ميونخ. سهيل بس انا خلي لك واذكر لك يعني ممكن تصير ونحط لك هالمقطع. شوف مشاري، انا عم اقول لك انا اليوم الرهان اللي حطيته ببدايه الموسم ضبط، إذا أنا خسرت أنا رح أطلع عندك بالبرنامج وأقول لك أنا بعتذر أنا خسرت، ولكن حتى اليوم أنا قلت ميسي دخل مرحلة الياس، يعني سهيل حويك قال ميسي دخل مرحلة الياس، وأنا عم رد هلا حاليا لكل واحد شتمني. أنا معي حق. لا 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 لا، احنا ما احنا مو ضد الشتم سهيل، يمكن أنت تتكلم في السوشيال ميديا. إي لا لا، احنا ما نسمح لك وعليك وللمشاهدين، لا هذا بالأخير ما نسمح فيه، لكن في سالبة الاعتذار انت دشيت تحدي حاليا مع عشاق برشلونه، وان شاء الله بشهر 8 راح نشوف اذا تاهل بايرن ميونخ. راح نقول لك مبروك العشاق بايرن ميونخ، مبروك، لان ممكن تشيلسي تكون فيه له فرصه، نفس الشيء نابولي. وان فاز برشلونه راح تعتذر لكل البرشلونيه سهيل الحويك. لك سالك شغله، اذا فاز بلقب دوري ابطال اوروبا انا راح اطلع. لا 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 سهيل لا لا لا، اذا اخرج بايرن ميونخ لحظه غيرت الكلام. اذا اخرج حبيبي يا مشاري، انا هلا عم بحكي هون مش كأحب بايرن، انا عم بحكيك كصحفي.
انا عم اقول لك حاليا بالسيزن هيدي برشلونه ما حقق ولا اي شيء. اذا انتهى الموسم وبرشلونه صفر اليدين بيكون سهيل الحويك معه حق مين؟ سهيل الحويك تراجع عن كلامه. سهيل الحويك تراجع عن كلامه. انت تقول حاليا فريق سيء وتقول ميسي دخل مرحله الياس وبايرن ميونخ انت ترشحه لدوري الابطال وان حقق واجتاز ميسي بايرن ميونخ انت تقول ما راح اعتذر. معناته في كلام سهيل ما ادري وين يعني اخذك مني ولا منك. يا مشاري لحظه شوي اعمل لك انا بشرفي يعني انا اكثر من شرفي ما بالله بالله اي اوكي انا لحظة شوي. أنا قلت ببداية الموسم ميسي دخل مرحلة اليأس وراح يكون الموسم جداً سيء. أنا عندي قراءات خاصة. أنا بقرأ. أنا بشوف شو المشاكل بالإدارة. أنا بعرف أقرأ اللاعبين. برشلونة لوين قادر يوصل. أنا لحد اليوم ميسي ما فاز خسر بكأس السوبر. خسر. سير أنا ما عندي وقت السير. لا لحظة. إيه. لحظة. أنا ببداية الموسم. لا بس عفوا اخر جملة قول. انا ببيت وصل لما قلت انه دخل مرحلة الياس انا ما قلت اذا وصل نستهي مع بايرن ما قالوا عليه بايرن. انت تقول بايرن افضل سهيل. انت ترشح البايرن وتقول افضل من برشلونة. الحين تراجعت بك يا خي يا ما يصير يا خي ويا خي يا سهيل. مشاري ليك بليز انا وحياة امي وبي ما قلت بايرن. انا قلت ميسي دخل مرحله الياس. انت هذه وصلتها لحظه. ايه بس انت تقول معطيات بايرن ميونخ افضل. ها يا حبيبي بايرن ميونخ افضل بس حطه على جنب ارجوك. حط ايه؟ بايرن ميونخ على جنب. ايه؟ عم اقول لك اذا ميسي فاز بدوري ابطال اوروبا هذا التحدي طيب اوكي وضحته. شكرا لك سهيل عويك. شكرا لك محمد سهيل. بس يعني دقيقه اخذ الاسئله بس اسئله للشباب. ليغا زيدان هل أتلتيكو مدريد كان سيء محمد سهيل باختصار الإجابة لأنه خلاص خلصنا محمد سهيل. هل أتلتيكو مدريد لما حقق الدوري كان سيء في سوريا مدريد يقصد؟ مدريد ما كان سيء. لو إنه سيء ما يوصل نهاية دوري الأبطال. أحمد يسلك مدرج 35 سنة أنت خلاص مع رحيله نهاية الموسم ولا استمرار ومن البديل؟ لا شوف استمرار ولكن بأدوار أقل. طيب سهيل معاذ من السعوديه يقول انت ذكرت في البرنامج ان انت عدوك برشلونه وتكره برشلونه وبالكلاسيكو رشحت وانت يعني دعمك مع ريال مدريد والفضل دائما تقوله لريال مدريد على برشلونه وباخر شيء تقول انا ما احب الاثنين. حبيبي اقول لك شغله انا بالصراع باسبانيا لا بحب ريال ولا بحب برشلونه ولكن اذا انا اجبرت حطيت لي شو الفرد براسي قلت لي بدك ريال ولا برشلونه افضل الريال. انا بالبرنامج هيدا انسان محايد لسبب انا. طيب شكرا لك سهيل وشكرا لك محمد سهيل. شكرا لكم مشاهدينا. ان شاء الله الاسبوع راح نكون معاكم باكر بعد يعني اليوم السبت ونكون معاكم الاحد. نشوفكم على خير ونقولكم مع السلامه.